لكل عاشق ولكل ولهان للمنتخب اليمني ليبحث عن ابتسامة المنتخب اليمني أو ابتسامة أحد أفراد الشعب اليمني أن تكون حاضرة بالحصول على نقاط إيجابية في أحداث هذه المباراة. أي نعم ابتسامة اليمن السعيد لابد أن تكون سعيدة وحاضرة ورأسية، لكن رأسية أول الأهداف عن طريق اللاعب أحسان فندي يسجل الهدف الأول. الآسيوية والهدف رقم 76 على مستوى مشوار تصفيات الآسيوية في كأس العالم. 1-0 عن طريق اللاعب إحسان فندي يسجل أول الأهداف بعد لعبة عرضية وبعد كرة راسية يضعها بعيد بعيدة تماما على حارس المرمى. المنتخب اليمني عفوا عن طريق من يتواجد محمد سالم سرور انطلاقة سريعة من الناحية اليمنى عن طريق اللاعب أحمد سرور لمحمد سالم اللعبة العرضية للقائم الثاني هذه خطيرة عبد الواسع الله الله يا سلام يا سلام المنتخب اليمني. اي نعم اليمن السعيد يعود للمباراة. شوف العرضية، شوف اللعبة، شوف الاستقبال، شوف التصويب، القنبلة القذيفة من اول الفرص يحصل على واحدة من الثمرات. المنتخب اليمني هذا جول يماني ولها اجمل واحلى واطيب الاماني من اللاعب عبد الواسع المطري يسجل اول اهداف المنتخب اليمني. تعود لحارس المرمى محمد زوين تمريره باتجاه سفيان وصفوان عفوا عوده مره اخرى لمصلحه المنتخب اليمني. ما فيها رايه ما فيها رايه ما فيها رايه هاي لجول ثاني جول ثاني جول ثاني جول ثاني جول ثاني هدف ثاني لمصلحه المنتخب اليمني. يا سلام على سنغافورة وامام جمهور سنغافورة. شوف شوف محسن محمد يتقدم بثاني الاهداف، يهرب محسن محمد، يهرب من الرقابة، يضع جول يماني ثاني، يضع جول يماني ثاني، وها هي احلى واجمل واطيب الاماني لكل الشعب اليمني. اليمن السعيد تعود بسعادة مرة اخرى وتبحث على كتابة تاريخ جديد. كأس العالم تحدث من موسم 94 وطريق المونديال القادم 3 سنوات ان شاء الله. العالم كل العالم، انظار العالم كل العالم ستكون في الدوحة، لكن هنا محاولة خطيرة خطيرة. يا سلام الله الله على حارس المرمى، ومن ثم المتابعة تأتي عن طريق اللاعب الخطير فارس رامي. تحدثنا على بداية احداث الشوط الثاني ان المنتخب السنغافوري لن يصمد، لكن شوف اللعبة اللي حضرت التصويبة في المرة الاولى وتصدي حارس المرمى. التصويبة المرة الاولى حضرت عن طريق اللاعب احسان فندي ومن ثم تصدي حارس المرمى سالم، وعادت المتابعة عن طريق اللاعب الخطير فارس راميل.
ويسجل بها هدف التعادل.